برحب بحضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين أخبارنا مع النادي الأهلي. وأقول لحضراتكم أن الكابتن محمود الخطيب استقبل النهاردة الظهر وفد دبلومة الإدارة الرياضية للفيفا في مصر بقيادة الدكتور عمرو محب، ممثل المركز الدولي للدراسات الرياضية التابع للاتحاد الدولي في مصر، والدكتور محمد قطب مدير برنامج الإدارة الرياضية بالمركز. وحرص الكابتن طبعا محمود الخطيب أنه يقدم الدعم المعنوي للوفد اللي بيضم مجموعة من دارسي دبلومة الإدارة الرياضية للفيفا في مصر. وكمان قدر الوفد ان هو يعمل جولة في مقر الأهلي بالجزيرة علشان يتعرف على منشآت النادي والاطلاع على النظم والجوانب الإدارية فيه ضمن البرنامج المحدد للدارسين. طيب.